في فيديو اليوم طلع لي بالإكسبلور لفيران قاعدين بيشربوا من زي صينية فيها حليب ولا سطل فيه حليب، والناس كانوا حوالين هاي الفيران زي كأنه ما في أي إشي. الفيران ما قاعدة بتهرب، متعودة كتير على الناس. بس مش هون المشكلة، مش المشكلة إنه الفيران مش بتهرب من الناس، المشكلة إنه الناس بيشربوا من نفس المكان يلي بيشربوا منه الفيران. عم يشربوا من هذا الحليب، وهذا الحليب الناس بتشربوا منه. Only 5 minutes, no more time. حتى عم يقولوا لنا هون انك يعني لا تخاف منهم عادي، بس شوي الموضوع مقزز يعني. بس شوي الموضوع مقزز، الموضوع كتير مقزز اخوي، كتير اشي بيقرف. يمكن هو حكى هيك لانه في حواليه كل هدول الناس يلي بيعتبروا هذا الاشي عادي، فخاف انه كلهم يهجموا عليه يخلوه يشرب من هذا الطبق غصبا عنه. تعال اشرب مقزز، تعال بدك تشرب غصبا عنك. شو هذا القرف اللي عايشين فيه؟ كيف هيك حد بيشرب من نفس المكان يلي بيشرب منه الفار؟ هو كمان حكى انه بتغذوا عفضلاتهم، بتاكلوا كك الفار يعني خلص الاكل ما لقيته يعني الا بالكك تحت الفار عشان تاكلوها وتشربوا منها. في واحد بالتعليقات كاتب على اساس بول البعير بطعم المسك. هو شوف، بول البعير ولا بول الفار ولا بول اي شيء، اي حيوان ولا اي انسان بالعالم، اشي سيء، كلنا بنتفق اتوقع على هذا الاشي. بس في ناس بيشربوا بول البعير، شوي بيحطوا بول بعير مثلا مع لبن، ما بعرف شو الفوائد بالضبط من هذا الاشي، بس في ناس زي هيك، في يعني بدو بيعملوا هذا الاشي. بس بيضل البعير احسن بكتير من الفار، لانه الفار وين بيعيش؟ الفار عايش طول حياته بالمجاري بتغذى على فضلات. بس هو على كل حال الاثنين الصراحة اشي جدا بيقرف. المهم خلينا هلا نروح نشوف منشنات تانية. بس هذا هو الفيديو، هاي المحتوى تاعها. البنت هاي انا زمان 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 بتذكر اول ما بديت اليوتيوب سويت عليها ردة فعل، انتقدتها وقتها، حكيت كيف هاي عندها كل هاي السبسكرايبرز وكيف هاي عندها كل هاي المتابعين والمشاهدات وهي ما بتعمل اي اشي، هذا المحتوى تاعها فقط لا اكثر. الله يوفقها يعني، انا ما بحسدها، الله يوفقها. بس ما في اي اشي من المحتوى يعني، لو انت بتقعد وبتحضر هذا المحتوى بتستمتع فيه، وقتها هون انت لازم تراجع نفسك تعرف ليش هيك قاعد بتحضر، ليش انت قاعد بتستمتع بهاي الاشياء. على الأقل الكيك نجح، هي صح عجنته بكوعها بس على الأقل نجح. زي ما انتم شايفين كيف الكيك يعني زي الاسفنج، في بنات بيقعدوا بيركزوا على الآخر، بيتركوا كل إشي قدامهم عشان يسووا كيك، وبالآخر الكيك بيطلع هيك زي الورقة. بس هي ما شاء الله عليها ظبطت الكيك مع انه عجنته بكوعها. هاي الحمرة تنحط هيك، بس مش هيك، هيك تنحط هيك عشان شو؟ عشان تقول شفتك كتير يعني طرية، أو شفتك كتير يعني تكون حلوة. أبو مراد هذا هو المحتوى الجديد اللي خلص توكلت فيه أنت، بدك تبدأ فيه. أبو مراد مش عارف شو بده يعمل محتوى، أي إشي بيعمل المهم يجيب سيرة الصبايا والبنات وأنه بده يخطب بأي فيديو له. في صبايا بعملوها هيك، لا عملي هذي هيك وهيك، بعدين عملي هيك يعني تكون يعني شفتك كتير حلوة وشفتك كتير لذيذة وكتير بتجنن. أنا حاب أعلمكم تعليم هذه الصبايا، أنا شاب بس بعرف الحمد لله الحمرة الصح. يعني تحطيها دي هيك أو هيك هيك أو هيك تكون أنت كتير لذيذ. خلينا نجربها. أوكي شفتوها حلوة صارت علي، سبرور ولايك ومتابعة. لا يا أبو مراد مش كمان تحط حمرة يعني، أوكي تعلم البنات، هو تعلم البنات كمان غلط، بس مش تحط كمان حمرة. يمكن أبو مراد بده يصير ميك اب ارتست، ما بتعرفه، يمكن قاعد بتعلم هاي الأشياء وبيعلم الناس لأنه هو حلمه أنه يصير ميك اب ارتست، بده يصير يحط للبنات مكياج ويسرح شعرهم ومن هذا الكلام يعني، بده يشتغل بصالون يمكن، فعشان هيك قاعد بيطلع بتدرب بالتيك توك، ما بتعرفه، ما بنظلم مرر الرجال. ហើយ បង ប្អូន ឯង សំណុំ ប៉ ជូន តាម តាម សំណុំ ប៉ មុន ណេះ ខ្ញុំ ខឹង ណាស់ បង ប្អូន ធ្វើ ស្រែ ធ្វើ អី ចូល កាត់ អស់ ហើយ ស្រូវ យើង ចូល កាត់ អស់ លីង ហ្មង បង ប្អូន អត់ ចាក់ កបុក គេ អកល ហា ដាប់ ហ្វាត់
يا كيف بياكلوه يا اخي؟ شو قصة الفيران؟ انا اليوم طلع لي بالاكسبلور عندي وانا بلفلف بالتيك توك، ناس قاعدين بتتغذوا على فترات الفار وبيشربوا من نفس الحليب اللي بيشرب منه الفار. هلا كمان طلع لي هذا المنشن، واحدة قاعدة بتاكل حرفيا فار مع تشيلي مع فلفل. انا اللي بدي اعرفه كيف هي لما تاكل الفار بتطلع العظم، لانه هذا الفار زي ما انتم شايفين مع الجلد مع كل شيء، فكيف بتطلع العظم؟ يعني بتاكلي العظم كمان معه؟ انا رح اروح على اخر الفيديو اشوف كيف بدها تاكل الفار، بدي اعرف كيف رح تطلع العظم، هل رح تبلع العظم ولا رح تاكله مع الفار؟ نعم 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 مو بطاقنيه اكلته مع العظم. اشي بسيط خلص. والله تعودت كتير على هاي الفيديوهات، بعتوا لي اشياء جدا غريبة عجيبة، بعتوا لي مرة واحد حرفيا قاعد بياكل كاكا، فأنا يعني فار صار اشي بسيط ولا يهمك، خلص كلي صحة وهنا اختي. يا اخي بالله ما كانك طولت. انا طولت. ها طولت خلاص، يعني خلنا نشوف شغلنا و... بتشوف شغلك معي، حطني حماية للجهاز بتشوف شغلك. بتدفع حقها؟ بيجيك رزق ان شاء الله. بتدفع حقها؟ ها يعني ما رح يجيني رزق اللي انت اشتريت مني. ايوه حلوه، هاجي اصرف نفسك الله يهينك. يلا موفق. شو صاير يا فهودي؟ ليش قاعد بتدخل عند المحلات بتشحد منهم حمايه للتليفون؟ شو صار باسنانك فهودي؟ شو قاعد بصير معاك؟ ليش هيك صاروا اسنانك فجاه؟ اسنانك راحوا ولا هم كانوا تركيب من قبل؟ وش فيه صار كذا؟ ما صار فيه شيء، ملبس أسنانها تلبيسة وطاحت. أوكي يعني أسنان فهودي القديمة كانت هاي كلها خدعة بصرية فقط لا أكثر. شلون كان بناتي جيتلكن بالأظافر؟ هذا محل بسيط رقم 10 أكيد. إيش عندك مسوية أظفر وخالته هالقد ناعم؟ خب ظلي على ظفرك الطبيعي. هذا حلو الديزاين، الطول كل شيء واو، نمبر وان. هذا الفوفو بوي هذا يا اخي انا زمان كثير ما شفته، قبل مره حكيت لكم هذا الفوفو بوي انا كل ما اشوفه بتعكر مزاجي عن جد. هلا انا تعكر مزاجي، هلا خلاص ما اعرف شو بدي اعمل بهذا الفيديو، تعكر المزاج. انا من دون شيء اليوم يعني الصراحه كان مزاجي مش كثير، وهلا انا شفته مزاجي صار أسوأ كمان. فوفو بوي انت حطيت ابشع اطفال رقم واحد وحطيت احلى واحد رقم 10، عشان هيك الفوفو بويز لازم ما تسمعوا نصائحهم ابدا، اي شيء بيحكوا لكم اياه تسووه، بالذات يعني يحكوا للبنات اعملوا هيك سووا هيك، يعطوكم نصائح كيف تصيروا انثى كيف تصيري كيوت، لا تسمعي منه. اي فوفو بوي بيعطيك نصائح اوعي تسمعي منه. حط اطفر بشبه الدبوس على رقم واحد. بدي اكمل الفيديو، بدي اشوف شو بده يحط هذا الاطفر الجاي، لانه في اطفر انا قبل ما اوقف الفيديو زي المفك، بدي اشوف هذا وين بده يحطه. هذا حلو تفتحين بيها براغي ومنها هي اظافر. ليش هيك بتحكي؟ يمكن هو بيفكر اذا حكى زي هيك يعني هو كيوت هيك زي الانثى. الأنثى ما هيك بتحكي أبداً. تفتحين بيها براغي. تفتحين فيها براغي. البنات ما بيحكوا هيك فوفو بوي، ليش هيك قاعد بتحكي؟ فالشي عملي فنمبر 2. هذا حلو وني الدبدوب نمبر 3 حلوة. هذا الطول حلو واو. 4 هذا 5 هم واو، اللون حلو الطول كلش حلوات. ذني كلهن حلوات الصراحة إلا هذا ما حلو، اللون كآبة. أنت كآبة، أنت عن جد كآبة جد، وأنت والعلكة تاعتك هاي اللي بتعلكها. امضغ منيح، لا تمضغ زي الماعز. من دون إشي أنت فوفو بوي ومنرفزني وقاعد بتحط أظافر زي المسامير رقم واحد، حطيت الأطفال رقم 2 يلي زي المفك. فوفو بويز غريبين يا أخي. ماشي بإزازة في كيسة صمراء. طيب خلاص بكفي، بس هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير، في أمان الله.